كده حلو قوي الكلام ده. حلو قوي. شكلك متضايق، متفتفت شويه كده لخدمتك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات، مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي اي اي، لا لا، ما كنت ماشي حلو. خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. قولي يا سوريا، انت كنت فين يا بنت؟ ها؟ ما انا قلت لك يا معلم، نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي، انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخلية يعني. حاجة كده يعني. أيوه فهمت فهمت. وقولي لي، الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع إنك لسه مقبضتيش ماهية الشهر. جرى إيه بقى يا معلم؟ الله، أنت عمالك تسأل أسئلة غريبة كده وأنا مش عارفة أجاوب. أنت رايحة فين؟ يا سوري. والله زعلانة منك يا معلم، بص عليك بقى. الله، إيه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده، انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله، حلوه حلوه قوي. ايوه يا طريق، الحته دي بتوجعني قوي. بصي، خش على الرقبه بقى واستمر بي. ايوه استنى بس، اوعى تكسر رقبتي. لا ما عنديش شرط عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي، بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟